طبعا مرات تريد جهاز اقتصادي او جهاز ثانوي، لكن تحتار ايش تختار. هذا جهاز السمارت 6 من شركه انفينكس. هذا الجهاز هو منو سمارت 6، هذا جهاز اقتصادي. اذا تقول لي ما يستاهل تسوي له مراجعه، اذا ما يستاهل تسوي له مراجعه، اذا حضرتك تريد تدور على جهاز اقتصادي شلون تشتري، لازم ترجع تشوف اكو اجهزه اقتصاديه بهاي الاسعار. من البداية هذا الجهاز قد سعره 127,000. همك اقتصادي كمل الفيديو، ما همك اقتصادي بعد يمك. هذا جهاز واحد من الأجهزة الاقتصادية اللي يقدم لك شاشة مقاس 6.6 HD بلس وليس فول HD من نوع IPS LCD مع 500 نت. نعم معدل السطوع مالتها زين حتى بظروف الإضاءة العالية يعني برا البيت. نعم 720 في 1600 ومعدل البكسلات هو 266 بكسل بالانش الواحد. هذا جهاز يجينا بنظام الاندرويد 11 المخفف في الجو اديشن XOS 7.6. الواجهه بالنسبه لانفينكس الجهاز اكثر الاشياء اللي جربتها بي انه سريع وسلس، يعني يفيدك هواي بامورك الاعتياديه اليوميه اللي اذا كنت تستخدمه جهاز شخصي او جهاز ثانوي اكثر ما يحتاج جهاز ثانوي، يخلي بيه سيم كارتاته الزايده او الاشياء البسيطه يخليها بيه، وسعره مو غالي فما تريد تدور بيه شغل بوبجي. ما اعرف يشغل هو بوبجي مو ما يشغل، بس مو مال بوبجي، هو مال جهاز اقتصادي جهاز ثانوي تقدر تستعمله استعمال اعتيادي. نعم المعالج اللي هنا موجود بالجهاز هذا من يونيسونيك SC9863A 28 نانو، لا تنصدم لان جهاز اقتصادي. الذاكرة الموجودة بـ 32 مع رام 2 جيجا. الجهاز بالنسبة لي أنا حقيقة أول شيء اللي أكثر شيء جذبني بالجهاز إنه تصميمه، مع ما مبني من البلاستيك، هذا مصنوع من البلاستيك، لكن البصمة الموجودة جنب الأربع كاميرات أو شكل الأربع كاميرات، الفلاشي علاها أعلى، والعدسة الأساسية الموجودة هي 8 ميجا بكسل، والعدسة الثانية 0.8 ميجا بكسل. أما كشكل هو يوحي لك انه كشكل اربع كاميرات، لكن هو بالحقيقه هو كاميرتين فقط او عدستين فقط اساسيه، مبني من بلاستيك وشعار انفينكس. الالوان الموجوده به جدا حلوه، مع ما اكو بالوان لكن هذا اللي حصتي اللي اجاني هو اللون الاخضر. تصميمه جدا حلو، انحناءات موجوده بالاطراف. المايكرو الموجود اسفل الجهاز هو مايكرو USB مو تايب سي، والسماعه الاسفل للجهاز صوتها نوعا ما جيد. هذا الجهاز بالنسبة لباقي المواصفات، هذا الجهاز يجينا بكاميرا أمامية اللي هي 5 ميجا بكسل، ونوعا ما تعطيك أداء جيد مع أغلب الحالات لأنه هو جهاز اقتصادي، نصعد وننزل يكون جهاز اقتصادي. نعم هذا الجهاز يمتلك بطارية 5000 الأمبير، وقلنا سابقا أنه يدعم الشحن الليس سريع، شحن البطيء، وموجود الشحن داخل الشاحن داخل العلبة، لأن هذا الجهاز يدعم الشحن المايكرو USB مو التايب سي. بالنسبة لسعر هذا الجهاز سعره 86 دولار، ما يقارب 127,000 عراقي، صاعد نازل 1000-2000 يعني مو أكثر. فأنت إذا من محبين الأجهزة الاقتصادية ومن شركة انفينكس وتريد تأخذ أما للطفل أما إنسان كبير بالعمر ما يحتاج جهاز وأداء وأوسه يعني احتمال اتصال وأشياء بسيطة بالإنترنت، أو أنت تريد تأخذ جهازك الشخصي جهازك الثانوي، أي هذا الجهاز واحد من الأجهزة المعتمدة وكالة رسمي عندنا بالعراق، وبي حافظه مخلي لك اياه، هو اشياء ضايفين لك بالجهاز فتقدر تشتري 127,000 عراق. اكو اذا تقول لي اكو منافسين بالسوق، لكن هذا واحد من الخيارات المطروحه عندك بالسوق اذا تريد تشتري جهاز بهاي المواصفات بهذا السعر. هذا واحد من الاجهزه اللي موجوده بالسوق. نهايه الفيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك بالقناه. وياكم مرتضى الجريحاوي، وفي امان الله.